وسعادة على كل مشاهدينا الأعزاء، برحب بكم جميعا في حلقة مختلفة فنتمنى إنها تعجبكم. مساء الفل عليك يا أستاذ. يا مساء الفل والحلاوة كلها يا أحلى سونسون في الدنيا، ومساء الخير على كل مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بيت السفيرة عزيزة. هتتبسطوا إن شاء الله معانا النهاردة لأن حلقتنا مختلفة. النهاردة يا سالي عندنا فريق نسائي جايين من اسكندرية، اسكندرانية بقى، مساء الخير الاسكندرانية كلهم، بيقدموا شكل مختلف وجميل من الغناء والموسيقى. هم فريق موهوب اسمهم ضفاير. ضفاير جمعتهم الشاعرة والفنانة التشكيلية أماني محفوظ علشان تقدم شعرها هي بطريقة جديدة تماما عمرنا ما سمعنا عنها قبل كده، بتجمع بين الشعر والغناء والموسيقى والاستعراض، ومن خلال اللي ما تقدمه بتناقش قضايا كتيرة جدا بتخص المرأة والرجل والأبناء والمجتمع. لكن يعني خلونا نتعرف عليهم ونستمتع بأغانيهم ونعرف حكاياتهم بعد، بس تسمحوا لي دقيقة واحدة نسمعهم هم الأول وبعدين بقى هقول لكم كل حاجة كل حاجة كل حاجة عنه. ميرسي جدا على المقدمة الحلوة دي. أنا أمي وأنا أبويا وأنا اللي عرفته مع أخويا وأنا الحلم اللي صدقته حكون دكتورة، لا أبلة تمام زي اللي حبتني في مدرستي وحقلدها، وأنا كراريس بداية العام وبابا عشان يجلدها، أنا أصحابي اللي جوه الفصل والفسحة وأنا الشنطة اللي بحرسها وأنا لعبي اللي خبتها وكتاباتي اللي حبتها وأنا الحب اللي كان أول وفكرت إن من غيره حموت وأدبل، وأنا الورق اللي ياما حدفته من الشباك على جاري عشان يفهم وكان عمري بقي له 25، وأنا ثانوي وزميلتي شيرين وأنا الفرحة وأنا الطرحة اللي ياما حلمت ألبسها وأنا دموعي اللي بحبسها وأنا الدنيا اللي عدتها وأيامي اللي شدتها وصحبة خانتني صحبتها وفساتيني اللي نقتها وأنا الكلية والجامعة وشقاوتها وأنا الحكايات من الأول إلى الآخر وأنا الكمالات وتفاصيلي في 100 إنسان ومن الآخر أنا فلانة بنت فلانة بنت فلان. الله، احنا بنرحب بالشاعرة أماني محفوظ قائدة ومؤسسة فرقة ضفاير وأعضاء فرقتها، دكتورة هدى عبد العال وعازفة الإيقاع، وريما محمد برضو عازفة إيقاع اسمه الدف ده أظن، مش كده يا ريم؟ طيب كويس. مريم محمد عازفة العود، وأيضا اللي كانت بتصاحب أماني في وهي بتلقي بشعرها اسمها شهد، الله، شهد هاشم، عازفة اسمه كيبورد. ها، يعني ما بقاش اسمه أورج. لا، أورج برضه ده حاجة تانية. الأورج؟ لا لا، هو الأورج. لا بس لازم نبقى خواجات شوية يعني. احنا بنرحب بيكم وأهلا بيكم، منورين بيت السفيرة عزيزة. منورنا ومبسوطين جدا بيكم، مبسوطين جدا بالفكرة، وعايزة أعرف منك بداية الشعر جات إزاي وليه تخصصتي في الحتة اللي ليها علاقة بالمرأة والرجل والأسرة ككل؟ بداية الشعر ده اللي من الطفولة، يعني أنا بدأت أكتب من وأنا عندي تقريبا 9 سنين، وكانت كتاباتي في الأول على فكرة كانت كلها فصحى. كلها؟ فصحى تامة. وكل تعليمي وكل الدراسات اللي أنا كنت بدرسها وأنا صغيرة كانت كلها بالفصحى. وبعدين وانتي 9 سنين؟ اه. وبتعرفي فصحى؟
تخيلي بقى محمد سعيد محفوظ جايبه لنا اكبر يعني من اكبر الاعلاميين اللي في مصر. يعني ايه هل طب معلش بقى انا عايز اعرف بنت عندها 9 سنين تكتب بالفصحى، لو قلت تكتب قطتي نميره مش عارفه اسمها ايه كلام كده. طيب يعني ايه هل الوالد في البيت، قولي لي بقى يعني نعرف شويه عنك، هل الوالد في البيت هو اللي خلاكوا تبقوا يعني انت تكتبي بالفصحى وانت عندك 9 سنين ومحمد سعيد محفوظ يبقى اعلامي كبير منور الشاشات دائما؟ احكي لنا. احنا واحنا صغيرين كانت مكافئتنا في الحياه كاطفال لو عملنا حاجه لطيفه جدا وحاجه نكافئ عليها كانت الجائزه بتاعتنا قصه من قصص الاطفال، ولكن هي كانت تبقى كبيره شويه وباللغه العربيه ومطلوب منا ان احنا نقراها ونلخصها. وحبيتوا الحكايه دي جدا جدا، وكان عندنا مكتبه طبعا في البيت، فاحنا كاطفال اتولدنا لقينا مكتبه ولقينا كتب ولقينا العائد لاي شيء جميل بنعمله، هجيب لك قصه هجيب لك كتاب، فخلاص تحولنا الى ان احنا بنحب نقعد في البيت نستمتع بوقتنا بالقراءه. فمن هنا كل واحد فينا الكتب قدامه، كل واحد فينا لقى نفسه بيميل لايه، اللي مال للسياسة واللي مال للأدب، كل المكتبة فيها حاجات يعني متنوعة جدا جدا. وبعدين أنا بدأت ألاقي نفسي بحب صلاح جاهين وبحب بيكار وبحب أتفرج على الرسم مع الشعر، فبدأ يتولد عندي كمان فكرة أن أنا برسم، فبقى دي جايزة من الجوائز الأخرى أن احنا هنجيب لكم كراسات رسم وألوان وي وي وي. فهو ده اللي حببني في القراية وفي الكتابة، وهو ده اللي استفز جوايا أن أنا أقدر أطلع. طب وليه تخصصتي في الشعر على المرأة والأسرة ليه الحتة دي؟ الحياة بقى ده لما كبرت عايزة يبقى لها هدف بقى كمان، هي مش مسألة بس وحي بقى وشعر مش كده؟ وأنا أكيد وأنا صغيرة كنت بكتب كل الشعر عن الحب وعن الفراق، وكنت أنا دايما في المدرسة اللي كانوا فترة المراهقة أنا اللي كنت بكتب لهم، أنا كنت أحمد زكي مش أحمد زكي اللي كان بيكتب الأشعار في المسرحية بتاعت المشاغبين تقريبا، أنا اللي كنت بكتب بقى لزمايلي. طيب يا أختنا أحمد بقى بس بعد كده طبعا الحياة والتجارب خلتني أشوف حاجات تانية بعيني وحاجات من حياتي وحاجات مش من حياتي، بلبس الشخصية اللي أنا عايزة أكتب عنها وأكتب، ولقيتني طبعا الكتابات عن المرأة يعني واسعة جدا وفيها حاجات كتير نقدر نكتب فيها، والمجتمع والأسرة يهمني قوي قوي أن أنا دايما أكتب عن الأسرة. طيب دلوقتي كانت عندها 9 سنين وابتدت تكتب بالفصحى، وبعدين طبعا لما كبرت وقررت أنها يعني تعمل تحول الموهبة بتاعتها دي لشكل مختلف تماما، انتوا بقى تقبلتوا فكرة ازاي؟ يعني حكاية ان انا اكتب الشعر واخلي الموسيقى تعبر عني، حسيتوا انها فكرة مش عادية مش كده ولا ايه؟ وافقتوا عليها بلا كده يعني نقتكوا ازاي؟ كل واحدة تقول لي يعني قابلت اماني ازاي، واماني قالت لها انت بقى هتبقي فرقتي ضفاير، بعدين نبقى نسمع منها اشمعنى ضفاير، انا شايفاكم كلكم شعركم مسبسب قولي لنا بقى كل واحده هنبتدي منين؟ هنبتدي بشهد؟ قولي لنا يا شهد. انا زمايلي في معهد الموسيقى العربيه في اكاديميه الفنون مع استاذه اماني، هم مش موجودين معانا النهارده بس هم معانا في الفريق، هم اللي عرفوني عليها، ودي كانت اول مره ان انا اعزف مع شعر وابقى انا البيانيست او انا اللي بعزف اغاني مع الشعر، كنت عاده ببقى في فرقه انا اللي بعزف مع ناس بتغني عادي فرقه موسيقى عربيه، اول مره يعني ابقى بعزف جنب شعر، ولقيت الموضوع مختلف تماما زي ما سمعت من شويه كده، يعني الكلام خلى العزف اللي انا بعزفه بشكل تاني ليه معنى تاني. ومريم انا زميلتي ومامة صاحبتي. صوتهم واطي عامل ايه؟ هم صوتهم واطي. قولي لي يا مريم. زميلتي ومامة صاحبتي رشحتني لاستاذة اماني، و بس انا حبيت الفكرة لان انا بحب اعزف او ادخل في اي حاجة بره الصندوق. الله، فكرة يعني بره الصندوق. اي حاجة. برافو عليكي. حتى بحب اعزف عود بره فكرة الكلاسيك والقديم وكده. بس فتحمست للفكره يعني. وبعدين بقى مين معانا؟ ريما. ريما ريما يا ريما
انا مامي كانت راحت الفرقه قبلي. مامي اهي. دي مامي. مامي لا 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 مش معقوله. معقوله الام وبنتها؟ اما فكره جميله بشكل. ها شاطره شاطره بنتك ولا لا؟ شاطره البنوته دي. يلا سمعينا بقى يا ريم. فانا لما هي راحت كنت انا بروح معاها عامه اي حته، فاتفرجت على اول بروفه وكده فعجبني قوي الموضوع. فاستاذنت استاذه اماني اخش معاهم وهي وافقت، وقالت ان هي كانت فعلا محتاجه الاله دي، وعملنا حاجات حلوه قوي، شغل حلو قوي مع بعض، وانا مبسوطه قوي ان انا دخلت معاها. خلاص نشوف مامي بقى. اخباري يا مامي، اخبارك بقى انت؟ انا كنت متابعه استاذه اماني على الفيسبوك وكده، فمره لقيتها منزله اعلان طالبه عازفين وكده، فانا كنت بتدرب في الاوبرا مع مستر سعيد الارتست، فكتبت لها قلت لها ينفع اجي معاكي انضم ليك يعني؟ قالت لي يا ريت. بس فهي بصراحه تقبلتني بصدر رحب كده وعجبتها، وانا مبسوطه ان انا معاها بصراحه. شوفي يعني حاجه لذيذه قوي يعني، مجموعه عارفه يعني، ما تحسيش ان بقى في كل واحد بقى لابس الكرافته يعني. اولاد ودول ايه؟ ولادك فين؟ ولاد ثانوية عامة؟ هتفضحينا كده يا شيخ. جبتي كام السنة دي؟ جابت كام يا أمل؟ لسه ثانوية عامة. دي أنت لسه داخلة ثانوية عامة. نطمن عليكي السنة الجاية إن شاء الله. طب إيه رأيكم؟ بص نسمع حاجة بقى الأول وبعدين نكمل كلام يا أمل. يلا بينا نسمع حاجة. واخداك بعيد سكة سفر، وأنا عمري مش حمل السفر، بالمختصر طال البعاد. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني؟ ليه تبعد عني وتشغلني؟ دايبة في سنيني الذكريات، عايشة على الحب اللي فات، وتاني عاد لايم علينا لما نايمناه بإيدينا جوا كبسولة زمن، ودفعنا بدموعنا التمن. ما بقاش مفر من السفر، والعمر مش حمل السفر، بالمختصر طال البعاد. على نار الشوق انا حستني، واصبر قلبي واتمنى. على نار الشوق انا حستني، واصبر قلبي واتمنى. على بال ما تجيني، لوحدنا تايهين بعيد بعيد على سطح القدر. علمت فينا يا قدر بالشوق ووجعه والسهر، وكتبتنا على كل أوراق الشجر اتنين أحبة تجمعوا جوه الفراق، والقلب داب جوه الغياب زي الغريب اللي اتسرق في سكة من سكك السفر. واخداك بعيد سكة سفر، دي عينيا دموعها مسافر وحدك، وفايتني ليه تبعد عني؟ ليه تبعد عني وتشغلني؟ لا معلش، انا عايزه اقول حاجه. مهما يدوني تعليمات ما تتكلميش، انا هقول. عارفه يعني انا التجربه الجديده دي مخلياني احس ان انا يعني بتنفس هواء نقي
واخده بالك في الحر بتاعنا ده، بس فعلا هوا نق، وبعيدا عن كل الاسفاف الفني الكتير اللي ليه يعني ليه مردود كويس جدا عند الشباب والى اخره، لكن ان يبقى في شيء فن راقي بهذا الشكل، وانه زي ما قالت خارج الصندوق، مش ده مختلف. انا نفسي الناس اللي بيتفرجوا علينا ياخدوها بهذا الاحساس، ما تقعدوش بقى احنا اصلي مش عارفه ايه والحاجات البشعه اللي بنسمعها دلوقتي احيانا كتير، انه لا اسمعوا، لان احنا النهارده بنقدم تجربه رائعه ومختلفة. أنا عايزة أحيي مريم، مريم صوتك فظيع، الله أكبر، ما قدرتش معلق، أنتِ قمر بجد، ما حصلتيش. خلاص بقى هنخرج لكم الفاصل، الفاصل ونعود إن شاء الله. راجل ما حصلش، ولا 100 مليون راجل غيره يملى مكانه، ولا 100 مليون راجل غيره في ربع حنانه، راجل ما حصلش. الصبح ينور من عينه، ونغاب الدنيا تقول فينه، وان اخدوا طريق لسفر محتوم مليون سكة ما بيني وبينه، راجل ما حصلش. يضحك الكون بفرح يتقاد، وسعادة الدنيا معاه تتعاد، وما فيش وياه ولا ربع خصام ولا بعض أسى ولا حتى بعاد، راجل ما حصلش. فارس أحلامي حبيب قلبي وحبيب أيامي، دبت مفتاحه في قلب الباب تسوى الدنيا، دخلته طلته هلته عالبيت مليون دنيا، ويعدي نسيم ويهل بروح ورد وأزهار مسك كلونيا، راجل ما حصلش. وأنا ما تصورش الدنيا بدون حسه، فيها إيه وإزاي، والله يا سلام، إن خدني في حضنه وأنا جواه بستنى الجاي، وساعتها بقول وساعتها هقول انت حبيبي انت حبيبي. نص الحلو اللي قالوه عنه سمعوه مني، نص الحلو اللي قالوه عني سمعوه منه، لاني عيني ونني خيلني شغلني ومجنني، استحمل فيه ويستحملني ويقول لي كلام ولا في الاحلام، واقول له كلام زي الافلام، ويطبطب على قلبي بصوته من غير العتاب ولا حتى ملام، راجل راجل ما حصلش. فارس احلامي حبيب قلبي وحبيب ايامي، متكمل بيا وهو كمان بيكملني، ويكلمني في عز الوحدة الدنيا تسقف ترقص تفرح وتغني، علشان صوته في عز الوحدة بيطمني، سلمت له روحي وهو بعمره مسلمني، وانا ما بهزرش انا ما بهزرش ان قلت عليه راجل ما حصلش. وساعتها هقول انت حبيبي انت حبيبي. فارس احلامي حبيب قلبي وحبيب ايامي. الله، ايه ده ايه ده؟ انا عندي سؤال، مين فين الراجل ده؟ فين الراجل؟ اين هو هذا الرجل؟ هو ده السؤال بصراحه. إيه الراجل ده؟ هو بابا، بابا هو جوزي، هو اخويا، هو ابني، التلاته دول في حياتي، هو ده
اللي انا بشوفه منهم وبشوفه معاهم هو ده اللي انا كده بحسه. ربنا يخليهم لك يا كده من هم نموذج للراجل. الستات اللي بتتفرج من اللي بنسمعه لا يحسدوك. لا هو الموضوع مش موضوع حسد، هو الزوج طالما ان هو راجل كويس يبقى لازم ان احنا الست تبقى مقدره قيمته، مقدره فعلا. لما انا قلت كلمه دبت مفتاحه في قلب الباب واكيد حضرتك حاسه بيها لان هي كلمه قديمه تحسي. حبيبتي لسه عامله فيديو على فيسبوك على دكتور نبيل الرومانسيه والحر، راجل ما حصلش. لما بيفتح الباب ويدخل الراجل لما يفتح الباب ويدخل البيت والله تسوى كتير قوي قوي يعني. بس هو كمان حبيبها وهو طبعًا. كمان بيقول لها كلام حلو بالزبط. يعني انت عاملاها الحدوته بتاعتك جداً. الشعر الجميل ده انه حاجه متبادله، مش انا بحبه، مش أنا بحبه وهو بس بقى داخل لا العلاقه المتوازنه السويه. والصوت الجميل اللي شهوه احلام فتى احلامك شكله ايه يا شهد؟ زي اللي بتقول لا عليه اماني ده لسه ما فكرتش في الموضوع ده لسه ما فكرتش يا شاح. احنا اسفين ان احنا قلنا لك كلام كبير قوي كده. طب ما فكرتيش تخلي عنصر ذكوري في الفرقه؟ ايوه عملتها قبل كده وسميتها ضفاير قصه وشنب ودخلت فيها طبعا عناصر من الشباب العازفين، والحفلة الجاية بتاعتي دي أنا مدخلة فيها برضو عرفوا يحسوا بده ولا عشان البنات دايما برضو أحاسيسهم والعاطفة عندهم يعني قوية وبتاع يعني الشباب اللي انت استعنتي بيه حس بالكلمات دي وحسوا حقيقة كل اللي أنا عملت معاهم وكل اللي اشتغلوا معاهم اشتغلت معاهم فعلا مشاعرهم في الحاجات الرومانسية بتبقى من أعظم ما يكون. بتلاقيهم ازاي يعني ازاي؟ أنا برضو مش سهلة وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه مع الدنيا على طول بقت سريعة، مع الضغوط الحياتية الطبيعية، مع الحياة المادية الفظيعة، ان تلاقي حد رومانسي ونتلاقي فعلا عنده رومانسية حقيقية مش طبعا. بيمثلها ويقدر يوصلها زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده مش سهل. لا تقعدي قد ايه عشان تنقي الناس اللي معاكي في الفريق؟ البحث بياخد مني وقت وجهد كبير جدا جدا ومتعب ومضني فعلا يعني، وبحب اللي هيجي يعني يعمل حاجه معايا اتقابل معاه. الاول بتقابل معاه بالتليفون بالكلام، بعمل سيرش عن الشخص سواء كان فنان او فنانه، وبقعد اشوف الدنيا عنده عامله ازاي، هل هو من الاشخاص اللي بيشتغل فن علشان يتكسب فقط ولا عنده نزعه برضو ادبيه وفنيه وحابب ان هو يعمل حاجه وتجربه مختلفه. غير ان المكسب حلو لكن طبعا. الفنان لازم يحتفظ برضو بان هو جواه فنان طبعا. فلازم لسه حتى مره كنت بتكلم مع دكتوره هدى بقول لها الفن حاجه احنا لازم ان احنا برضو نشتغل عليها ونكبرها وما نحرمش الناس من الموهبه اللي عندنا، حرام. طبعا يعني قدمتي اكتر من مره في اكتر من مكان، تقبل الناس لده ايه؟ قولي لي يا اماني بصراحه والناس سامعيني استقبال غير عادي. يا سلام والله. لازم بتروحي برضو في حتت يعني بيتردد عليها مثقفين او ناس عندهم حقيقي يعني، والناس عندهم انتماء يعني شعراء فنانين يعني رومانسيين. الكلمه بالنسبه لي يعني حريصه فيها طبعاً. دول بنات واهليهم كلهم سايبينهم يعني امانه معايا. فكره ان انا ما بقولش غير في الاماكن الاليت بس لا، على فكره انا ويمكن هم ما يعرفوش انا كنت بقول شعر في الشارع وكانوا بيجوا والناس وبتيجي وبيسمعوا وبيقعدوا وبينسجموا جدا فعلا. فالجمهور عنده استعداد يعني لتقبل الجديد والراقي والمختلف جدا جدا جدا. هو مظلوم، احنا دايما بنقول الناس عايزه كده، لا الناس مش عايزه كده، ما هي الناس بتتفرج على اللي بيتقدم لها يعني بالزبط. هو ده اللي بيتقدم لي بتفرج عليه. طب احنا عايزين نسمع حاجه كمان. نسمع حاجه فيها غنى وفيها شعر وفيها موسيقى، والدكتوره هدى بقى على الايقاع بقى تكسر الدنيا. طيب. يبقى هقول لكم، انا هقول الاول حاجه توصلنا للي انتوا عايزينه. طيب. اوكي طيب. رساله، دي رساله عن المراه اللي بتشتغل في الخارج. اوكي. صاحبتي وحبيبتي ام عبودود، بهديك الورود
من بلاد فاصلة ما بيننا بمئة حدود، لكن يا صاحبتي مسير عود. وأما بعد، بلغي سلامي للجميع، عمك واخوك يا عبد سميع اللي كل ورث الجميع، وعيالك اللي بقوا قرود، واخوي رحيم ومرته السهنة وابنهم كريم، واختي ابتهال والحليوة ابو العيال، والبت مهجة والولا المفعوز جلال، واختك البومة دلال، واخوي جمال. وقولي لامي، قولي لامي يا ام عبد ودود اني عال واني حعاود عن قريب، راجعة بمال حلو وكتير يغنيها عن ذل السؤال. وقولي كمان ما بقاش خلاص الحال عسير، وكل شيء حيكون يسير، بس ادعي يا ام ارجع اوام، عشان تعبت من الكفيل، تعبت من طول الدوام. وسلام ختام بنتكم المشتاقة بتاعت الهدايا والرواقة، ست ابوها ام الحسام. ورينا وصلتنا لايه. La 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 la
يحضن خدودي لون يضفرني وصير لو بهدي يبقى سادة وإن فرحتي بان زيادة وإن لقيت حبيبي جنبي يبقى لوني صافي بمبي لا 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 لون حياتي لون خدودي لوني هيأكد وجودي لوني واضح للنهاية عمره ما يصور حدودي لون حياتي لون خدودي لوني بيأكد وجودي لوني واضح للنهاية عمره ما يصور حدودي لوني غامض ولا صامت ولا صامت للنهاية لوني زي الشمس يغرب بس في شروق البداية لوني غامض ولا صامت ولا صامت للنهاية لوني زي الشمس بس في شروق البداية بس في شروق البداية بس في شروق البداية جمالكم يا ناس برافو البنات الحلوين لا نعرف بقى شكلهم تعالوا عندنا كده هو عشان نشكركم ونعرف اساميكم ايه يلا حبيبتي اسمك هاتي المايك معاكي كاس ايه لا المايك بقى فاطمه ابراهيم ايه فاطمه فاطمه شوفي مش دي أيوة. بقى دي اللي 9 سنين فصحى مش فاطمه لا هي فاطمه مش كده اه لو حد قال لك فاطمه بتزعلي لا عايزه طيب اوكي وانت حبيبتي زينه اسلام ها زينه اسلام زينه اسلام انتوا في معهد الباليه ولا ايه ولا في الاوبرا ولا ايه لا في اكاديمي اسمها تيكالي في اكاديمي تيك قولوا حاجات اكاديمي تيكالي ايوه كده تيك أليب لازم تتكلم في المايك كاني في المايك عشان الناس تسمع في سنه ايه انا في سنه 5 ميدل 1 لسه انت لسه في سنه اولى لا ميدل 1 جريد 7 طبعا ما احنا مش فاهمين اي حاجه احنا عايزين نقولوا عليه الاطرش في الزق جاي ولاعداد طب عندي سؤال انت دخلتي بقى الباليه كمان في الفرقه ربنا يخليكم ميرسي شكرا لا انت معاكي بقى تدي الميكروفون هي الكلمات دي انا ملحناها كاتباها وملحناها وحسيت ان هي رقيقه قوي انها ممكن اللي يحصل عليها التابلو اللي يحصل عليها هو الباليه لان انا طبعا مش كل الحاجات عندي مجرد اللي انتوا شايفينه انا بعمل حاجات على المسرح قصيدة تنفع تبقى خيال ظل قصيدة ينفع تبقى فيها كاركتر والبسه وغيره قصيدة فيها الرقص بالباليه مولوي صوفي حاجات كتير حسب وانتي مش دارسة اخراج وبتخرجي كل ده لوحدك لا مش دارسة بكل موهبة كده خالص تمام ما شاء الله عليك انا مش عارفة اقول لكم ايه يعني احنا سعداء جدا 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 بيكم النهاردة سعداء بالتجربة يا اماني وربنا يوفقك فيها أشكر. وان لقيكم منتشرين انتوا ما عندكوش عروض قريبه عندكم عروض انت فين يوم 31 اكتوبر في قبه الغوري هنا في القاهره الله شفتوا في برضه حته أيوة. مثقفين أيوة. لا 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 ما تقولوليش يعني حته في مثقفين برضه فيها لا ان شاء الله ربنا يوفقكم وان كنتوا تنتشروا على مستوى كل وسائل الاعلام وايضا الاماكن الاليت زي ما انت قلت عليها الاماكن الراقيه دي هي وان الناس تتقبل فن جديد يعمل لهم اضافه كلمه حلوه ولحن جميل وبنات زي القمر عايزين ايه بقى معلش كمان هم ضفاير فعلا هم ضفاير جميله يا دكتوره هدى يعني انت الايقونه بتاعت مش كده ولا ايه دكتوره هدى انت الدكتوراه بتاعتك في ايه يا دكتوره فلسفه كليه اداب صوري بقى فلسفه اداب ايوه والطبله دي هي اسمها طبله دي ولا اسمها ايه ايقاع هو طبله دي طبله دي طبله انا بلعب ايقاع قال لي خلاص خلصنا تايم يا للاسف احنا يعني هنروح كده احنا سعداء جدا جدا بيك وشرفتونا ونورتونا واسعدتونا وثقفتونا وكل حاجه حلوه فيكم
شاكرين جدا شاهد ومريم وريما وهدى وريما وهدى واماني والبنتين الحلوين فاطمه وزينة وفاطمه ودينا وفاطمه متشكرين قوي ليكم ويلا يسعدكم باي 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 نقول لكم باي باي.